الأستاذة أسماء بنت محمد الجراد ماجستير توجيه وإصلاح أسري. الأستاذة أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذة أسماء، تفضلي طال عمرك. حنا حديثنا اليوم عن أولادنا والاختبارات. مداخلتي تتحدث أو تتمحور حول المشاكل السلوكية التي تظهر في فترة الاختبارات على الأبناء. نعم. أختصر قدر الإمكان بأن هناك ثلاث أسباب لظهور هذه المشاكل السلوكية. السبب الأول هو تغير الروتين، يعني يكون نظام البيت في خلال فترة الدراسة العادية مختلف عن فترة الاختبارات، وكذلك حصص المدرسية ومواعيد الحضور وغيرها، تؤدي هذه إلى ظهور مشاكل سلوكية، منها مثلاً قلة النوم، أحياناً يلجأ بعض الطلاب إلى استخدام منشطات أو شرب المنبهات أو مشروبات الطاقة، هذه تؤثر أيضاً لظهور بعض المشاكل السلوكية على الأبناء، منها العصبية، الغضب والتوتر. السبب الثاني هو الضغط النفسي لفترة الامتحانات والقلق والضغط الأسري أيضا، الذي يؤثر على ظهور القلق وظهور أيضا آلام مثلا في البطن، القولون، الشد العصبي، وهذا أيضا يظهر سلوكيات مثل التخريب، الاعتداء على الممتلكات، ومنها يظهر سلوك مثلا تمزيق الكتب بعد الانتهاء، الكتابة على الجدران، أو مثلا تخريب الطاولات والكراسي والأشياء هذه. السبب الثالث هو قلة أيضاً الشعور بالكفاءة، الذي يؤدي إلى الغضب من الذات، الغضب من الآخر، يؤدي إلى السلوك العدواني أو الهروب من الواقع أحياناً، أو الخلافات مع الأصدقاء أو الشتم أو الصراخ وغيرها، السلوكيات العدوانية التي تظهر على الطلاب. وأقترح طبعاً لحل هذه الأمور أن يكون هناك احتواء أسري، متابعة الوالدين طوال العام لأبنائهم وليس فقط في فترة الاختبارات. جميل. ننصح أيضاً بأخذ الأبناء من المدرسة بعد انتهاء الاختبارات مباشرة، مراقبة مجالس الطلاب لو كان مثلا الطالب يدرس مع أصدقائه لابد من مراقبة، وعدم تركهم بمفردهم، عدم تركهم مثلا يدرس في أماكن مثلا في غريبة، أو يكونوا فقط أطفال أو أبناء لوحدهم أو مراهقين لوحدهم. النصح طبعا والتوجيه يعني بتقليل اللوم والعتاب. أنت تقصدين أثناء المذاكرة أن يكون أن نكون حاضرين معهم، جالسين وياهم، مو شرط بس يكونوا على الأقل منتبهين مراقبين لهم، ما يكونوا لوحدهم في مكان يتفرغون لهم. نعم. قريبين منهم. نعم. وأيضا وتقوية حس المسؤولية والثقة بالنفس، ملاحظة أي سلوكيات تظهر في هذه المرحلة يجب معالجتها، لأنها قد تتفاقم لاحقا وقد تكون كامنة أصلا، فتظهر المشاكل السلوكية هذه، تظهر عدوانية، تظهر غضب، تظهر مشاكل لابد من معالجتها، ولا ننتظر فترة الاختبارات حتى نبدأ بمعالجة هذه المشاكل، نعالجها قبل أن تبدأ والاختبارات وحتى بعد الانتهاء من الاختبارات. وفق الله سبحانه وتعالى الجميع طلابنا وأبنائنا. وأشكركم. شكرا أستاذ أسماء بنت محمد الجراد، ماجستير توجيه وإصلاح أسري، حقيقة إضافة رائعة وجميلة. جميل. وجزاها الله خير.